القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيد درس ويس 406 من دروس التفسير، هذا هو الدرس السادس بعد 104 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة الروم. والسيقي ميرد ربي أدن فسر سيلايا في 17 المذلايا في 26. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بعد ما يهضر ربي سبحانه في مصير ثم ديث تخلقيث، بعدما أنبأنا الله عن مصير الخلائق، فريق في الجنة وفريق في السعير. الآية 32 قولة إذ نهضر يفيد نشرح درسني عدان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. أم بعد، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. دين ثكفة الدنيث نكشم ذي الآخر ثقي قرناس الحياة الأبدية لا في إترنال تفذا دين ذاكي ثورة يثمثن ذا شو قلق قدين ابن آدم يسبح رب الدين. فسبحان الله مباشرة يسد بحرف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب والفورية بلا تراخي. فسبحان الله تمجيد لله، تعظيم لله. ربي سبحانه يكزمرن أذي خدمة كينو من السلام عينو من السلام يوجب فلانغ أثني السين وأثن حمل وأثن مجذ وأثن عظم أدني سبحان الله. تأخذنا آيات اليوم في رحلة لطيفة ترشد القلوب والعقول للتدبر والتأمل والتفكر في الآيات المبثوثة في هذا الكون الفسيح التي ترينا عظمة الخالق جل جلاله. ليث بس أضر الشذنت اللغن أكذ ولوان بشد خممن ذقين دي خلق ربي سبحانه ذي الدونيث ذي الكون ذي الجنوان ذي القاعة ذي البحور ذي كل شيء. فذا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نسبح الله عز وجل، نعظمه، نمجده في الإمساء والإصباح. أما الصبح ما تمديث أي غروسان تدي الأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أتصل الأدعية يغسل مذن النبي عليه الصلاة والسلام باش نغفلارا ما لا يتصف نادم يسعى الأدعية غير الدين قبل ذي الطص ما يزول ميفوك الظليث يسعى الأدعية غير الدين الظليثيس بعد الظليث وأثناء الصلاة ما يفوك مذكر الصباح يسعى الأدعية غير الدين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخطر العظيم مذكر يفد الروح استلا أذي حمد ربي أخطر إزمال أذي مثل ما كان ذاين تزرام ذاين تحصام ذاين نزرا ذاين نحصى اللان ويقاذ أتصن كمل نظص سقيدص غلموث سقيدص غلموث
ديجا أول حاجة دينا دي الحمد لله يريد ربي روحي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي يجيك العافية يفكيك تزمرت يفكيك تلويث أتكراض واتخضماض واتحركاض واتشاض واتسواض مولاش إيميل روح الله ولكن ولاش الجهد ولاش تزمرت أتقيم تقوسو حمد ربي إميك ديرا روحي إميك ديرا تزمر فيه الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره ذي الآيات ربي ندفى سبحان الله حين تمسون في الإمساء وحين تصبحون في الإصباح وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ربي سبحانه يستحق الحمد يستاهل نحمد وثنشكر ذي جينوان قيدي لان ذي جينوان لعب ذي ميلا غاثن توري ميمي مذانم الحمد جينوان سطيارات ولا دي خلق ربي ذي جينوان سيل ذيور أي نظرين نور نظرين والأرض يعني في أعماق الأرض وفي أغوار البحار وكذلك ذي الفضاء ذي السماء كل الكائنات إلى قدر أنت الحمد لله وحين تظهرون وعشيا تمديث نغ عند الظهيرة يعني في النهاية أريل قال ذي غفل فنادم لفذا إلسيس كما في الحديث رطب من ذكر الله ولقال ذي غفل ربي ذي القرآن ند ولا تكن من الغافلين أما السعى ذبين إسعى أول يذكر ربي إسعى يلسور يغفي لارا لفذي قال سبحان الله استغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله ولقال أذي يغفل بنادم ذي كل وقت إذن هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الحمد وهذا التسبيح مرتبط بكل زمان وبكل مكان يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا التحول هذه العمليات تحدث في عالم الكائنات ما نعلم وما لا نعلم يسوف غدا ربي ثملات سيثيازيت يسوف غدا ربي أفروخ سيثملات يسوف غدا ربي المؤمن سي الكافر يسوف غدا ربي الكافر سي المؤمن سبحان الله في قذقي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذه العمليات هذه التحولات تحصل في الكائنات ويحيي الأرض بعد موتها القاعة غتسيلي ثموث ولكن بدي سرح ربي الهواء المطر الله يبارك ربي يحييها بعد موتها تحيا من جديد وكذلك تخرجون ولا ذنكني البعث إشارة إلى البعث مع أنت أدي سواس سمحتي أنمث أنباد مثل جرك الدونيث عند النفخة نفخة إسرافيل نفخة الصعق في الصور أنمث ياكو قادي مزد الوقت نثني ياكو الكائنات أنباد ذي ليوم البعث والنشور ربي سبحانه غدي سفغاك من الأجداث يعني سكزكوانا مرة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون آيات يرشد إلى التدبر والتفكر ثقي من آيات عظمة الله سبحانه وتعالى يخلق سجوكال يخلق آدم سجوكال من عدم من غير مثال سابق ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أقلق بشر ننتشر في هذا الكون الفسيح ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ذا ربي سبحانه يرشد باش نوحد ربي ذي الآية نظن ذا شوت أمشي دي خلق ربي سبحانه ثمطوثي ورقاز رقازي ثمطوث ولكن ربي نادري تسكنوا إليها السكن والطمأنينة والراحة وهذه من مقاصد الزواج يعني توشلت باش تعيش ذي ثلويث أتذير ذي لهنا إلاق المعنى قذلين السكن
الراحة الطمأنينة إلى قذيل المودة الحمالة أسيلي الرحمة ولا مفروح المودة ثل الرحمة ثواشل تنوص ضعارة. لذلك ذيني سوالي مذيني سوالي يا سيدي الدونيث أتفضل قاتم طوط جوجان بعد 30-40 سنة الراويس مقريف أتحقر ثم طوثيس أتعزل أتحقر أرقازيس وتعزل أرقازيس الخير بحث تعيش يكذ والراويس أرقاز نيث قري ثاكين نغا تفضل العكس ثم طوث تعيش يكذ ورقاز أسمي اللوز أسمي ذي المحنة ذن ساثيق يقرف ذن أخان ذن ساثيق سب ونتقفنين في قوان ذن ساثيق القضنا زمور ذن ساثيق خدم من كل شيء أسمي مقارث في غالفوظا إذ غايد قريت ولا ما تروح الحمالة ما ثقرد الرحمة ثوى شول تقوس تضعارة ما لانت ياوكا كني خير إذا حضرت المودة والرحمة وهذه المقاصد المذكورة في هذه الآية 21 من سورة الروم هذه الحياة ستحقق استقرارها وتحقق مقاصدها. ولكن إذا غابت المودة وحضرت الرحمة أيضا هذه الأسرة ستدوم، ولكن إذا زالت هذه الأسس وضاعت هذه المقاصد ضاعت هذه الأسرة وتشرد أولادها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مشاهو إزمار ورقازة دي فغثم دي تسيل خذما ما إلا ولاش ثم طوث ثلاث سنين لا سلامة ذي رحم ربي مزورة أشو قارن لأن ثم طوث ثم كاستيني ورقاز مري في الصباح أستيني ربا ذي ساهل ثم دي ثستيني لا سلامة ربا ذي ساهل يتك دفوذ لا سلامة يتكسي غفلان إما إلا ثم طوث السوحاش ميدي فاصيل خذ ما غادي يروح للقهوة سي القهوة غير ثايض إيمي غلق تاكل القهاوي تزار من دار يروح إزمر ذي روح باش هذي سو أين حرم ربي سبحانه باش هذيك شم في الزوج صباح في ثلاثة صباح لا عقلني ساعة صباح يجاثي ندثين يجا لتسكنوا إليها أرقاز تارقا ثم طوث تمذا ذي رحم ربي مزورة دي جاني الروج أور نكفو أور نحفو أرقاز تارقا ثم طوث تامذا ثم طوث حرزن في فتيو وي خرزن أكيد يوي الحال باش أذي عشن ذي لهنا ذي السر ذي سر ذي ثلويث لآيات لقوم يتفكرون وقد استخدمنا اللغنسن أذفه من الآيات وذ وحد ربي سبحانه عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض دغ من آيات الله عز وجل وآيات عظمته إخلق ربي ينوان أو كذ القاع جندان سيدير واختلاف ألسنتكم وألوانكم أمشي مخالفني لسون النغ في مسلين النغ اللغة النغ ثقيت قبيلي ثقيت عرف ثقيت انجليزي ثقيت الالماني ثقي ايات من ايات الله سبحانه وتعالى اختلاف الالوان كل يوم شيخ الغربي سبحانه ايات تستحق النظر والتامل والتدبر لتوحيد الخالق جل جلاله. ام بعد ان في ذلك لايات للعالمين وفي قراءه للعالمين ثقي ايات إما للعالمين للعلماء ولغيرهم بل العلماء صنفان العلماء المؤمنون كلما نظروا في هذه الآيات كلما وحدوا الخالق جل جلاله. أما العلماء اللي ماشي مؤمنين عادي يقول لك هي الطبيعة والسلام يبرزون ما فيها من عظمة ولكن هم غافلين عن عظمة الله جل جلاله. من بعد شدينا ومن آياته منامكم بالليل والنهار فكذا آيات أمشي فنادم سبحان الله أخلق ربي آس الخذمة إيض السكينة والراحة والطمأنينة يضص هل كان ولا شيء يضص أمشي ريف بنادم أمشي ريخ ذم وابتغاؤكم من فضله
دوكزال نبتغي من فضل الله أن ننتشر وتفلاح والتجارة وكلنا ديلا هكذا ننتشر إفك ضربي ثفاث إفك ضربي يطيج نعمل. أم بعد إن في ذلك لآية لقوم يسمعون في قدر الآيات وقد استخدمنا اللغنسن وقد الدين مزغنسن باش السلم الوحي الطاهر باش الدقسن باش الدوكين باش الأمنن إلى آخره وكلها آيات عجيبة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا الفراق السقوى ذا الشرارة ذاك نشوفها بسماء الفراق أماكن السوحاش السقوى هزما دي سدرغل ولكن ذا يتسكر الطمع خطر الدس الهواء الفيرس من سلغي الرعذا من ولا الفراق من ولا السيجناس إن شاء الله سي الهواء وإن شاء الله دغى الهواء إن شاء الله تعالى. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أما ندغلين سجنوان في القاعة أتد يحيي ربي سبحانه بعد مي ثموث لأنها كانت ميتة ثموث الأرض أخطر لش سمان. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أثنى دغلق أربدي قرثي الآيات لقوم يعقلون وقد يستخدم العقل ونظام ديث مثلا وأكرر وردت في القرآن كلمة التعقل أو العقل بوظائفه في أكثر من 1000 موضع أكثر من 1000 مرة ربي سبحانه دي اسمه ثاي دي قرص خذ مثال لغنوان نزران آية كود نشرح دي الدروس النعدان سورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أروح سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها من أنفسكم مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما كملت أي غدينا مما لا يعلمون أخطر باش غديني ربي سبحانه عز وجل أين فغوس سنمث أين السنمرة أكثر بين السنم في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في سورة الذاريات أيضا آيات والسماء ذات الحبك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون الآية 22 الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين في قذقية كل آيات أسخدمت اللغة باش أريغ فلارا ينظر يتدبر يتأمل أنكمل أشهد إن ربي سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ربي سبحانه قدر الله القيام للسماوات فلا تسقط وقدر الله القيام للأرض فلا تغور السماء لا تسقط والأرض لا تغور هذا كله بأمر الله عز وجل مولاش دغريني كنوان مولاش القعايا كاشو قدران ديك سلا عجب يرنا من فعل الإنسان أشو يخدم الإنسان صحيح الحروب القراث السلاح آلات الدمار ولكن ما زال الأرض ثابتة ولو نطقت الأرض لرفعت شكواها إلى رب السماء والأرض ترفع شكواها إلى الله ترفع إلى الله شكوى علاش تشتكي إلى الله ظلم العباد وقال الناس اللي ربي سبحانه قال في سورة الحجرات الآية 13 قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ماشي باش تخدم من الجيرات من الحروب من غدا زني ثمن أم بعدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذن هما قائمتان بأمر الله فلا السماء تسقط ولا الأرض تغور ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
الآية الأخيرة الآية 26 أم بعد مدوسا لانفيتاسيون دعوة من الله بعد ما يأمر إسرافيل ينفخ النفخين في الصور نفخة الصعق كل الكائنات أكوين دي خلق ربي أذي مث ذينا أن روح ياك أتفذو في ذرة النغثام قران حياة الأبدية حياة الخلود ربي ندد فغم أي غر بعد البعث للحساب والجزاء العادل كل يونين زرع أفي غلف ثم إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أو إذا أنتم تخرجون معنتها أكن مثلا يكل كائنات أدفغنت إلى الجزاء لنيل الجزاء العادل والآية الثانية قالوا في مسلم ومن سلام في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه نؤمن كلنا بلقاء الله عز وجل أما السعد بن يمن سلخرث والإيمان بالآخرة يهذب الدنيا ويهذب البشر بربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جاون ثلويث أرثم للإسلام ربي فلاهم